اسم عصام شهيد، بشتغل على سيارة مية، نوزع للناس مية، لأنه المية تبعت الشرب مش من يعني مش منيحة تبعت البلدية، فالناس كلها بتتعامل معنا على بدها مية صحية يشربوا منها. نطلع من 8 الصبح كل يوم، بنروح تقريبا على 11-12، لأنه طبعا يلا نقضي غطي طلبيات الناس اللي بدهم مية. الناس ملاش إلا المية الحلوة أصلا، يعني من غيرها ما بعشوش، ما فيش عندهم مية بلدية حلوة، بيعانوا الناس كله بيشتري، واللي ما هوش مصاري بده يضطر يتضايق كمان عشان يشرب مية حلوة. احنا جايين نعبي لنا السير كمان. غزة بلا شك يعني ليس بالوضع السهل، هناك لدينا أزمة مياه في قطاع غزة. نحن نتحدث عن 2 مليون نسمة يعيشون على مساحة لا تزيد عن 365 كيلومتر مربع، هذه المساحة تشكل ربما أقل من 1.4% من مساحة فلسطين التاريخية. حتى الإحصائيات المعروفة لدينا نتحدث في الكيلومتر المربع يعيش أكثر من 5000 نسمة في الكيلومتر المربع، وبالتالي نحن نتحدث عن كثافة سكانية من أكبر الكثافات السكانية عالميا. أزمة مياه الشرب لن تبدأ منذ اللحظة، هي بدأت منذ عشرات السنوات، أولا بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 67 وإقامة المستوطنات فوق المخزون الجوفي في قطاع غزة ومصادرة المياه، ومنع أيضا المياه من التدفق إلى قطاع غزة من جبال الخليل عبر وادي غزة. يعني وضع المياه يمكن لخصه تقرير الأمم المتحدة اللي صدر عام 2011، إنه يعني واقع المياه في قطاع غزة إن لم يتم التحرك فيه إيجاد حلول عاجلة يصبح يعني مكان غير آمن للحياة مائيا. وهذا الحديث يعني تأسس على مجموعة من التقارير صدرت عن مصلحة المياه وسلطة المياه خلال السنوات اللي سبقتها. وصل في نسبة يعني تلوث المياه بالأملاح الزائدة الدائبة أكثر من 97%. الحديث عن يعني مشكلة في كيفية معالجة وإدارة المياه الصرف الصحي. سبعة وتسعين في المية من مياه قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهذه النسبة تزداد يوما بعد يوم في ظل واقع أن الخزان الجوفي في قطاع غزة بات شبه مدمر في ظل عدم تغذيته بالمياه، وأيضا المياه البحر التي تغزو هذا الخزان الجوفي. طبعا مصادر المياه المتوفرة لدينا في قطاع غزة مصادر مياه محدودة بشكل أساسي، يمكن 95% أكثر من 95% من مصادرنا المائية تعتمد بشكل أساسي على ما يسمى بالخزان الجوفي. طبعا هذا الخزان الجوفي هو امتداد لخزان جوفي تمتد حدوده الطبيعية خارج قطاع غزة، يبدأ لربما من جبل الكرمل في فلسطين المحتلة شمالا وينزل على طول الساحل حتى يدخل في داخل جمهورية مصر العربية في سيناء. السنة طبعا كل سنة عن سنة بزيد الاشي، المي المفلترة الصحية بيطلبوها كتير، لانه في عندك ازمة مي بتكون في البيوت، هذه نمرة واحد.
فيش مية بلدية جاياهم، فبضطروا ياخذوا مية برضو حلوة يعبوها فوق لهم للحمامات، يستخدموها للشطف للغسيل لكل شيء. فهذا بصير طلب بزيادة طبعا على هيك. والله وضع المية أول شيء نوعية المية رديئة جدا، يعني اللي بنسمعه إنه لا تصلح للاستخدام الحيواني مش للاستخدام الآدمي. المية اللي بتيجي من في خطوط في الخطوط يعني في المواسير مية لا تصلح لأي شيء، بس ممكن بيستخدموها للغسيل للتحميم لأشي، بس حتى لا تصلح للحمام كمان. طبعا منظمه الصحه العالميه WHO اعلنت منذ فتره عن تلوث المياه في قطاع غزه نتيجه لارتفاع نسبه النيتريت وبعض الاملاح مثل الرصاص والكبريت، وبلا شك انه هذا يؤثر سلبا على الناس هنا في قطاع غزه، ممكن ان يؤدي الى فشل كلوي وممكن ان يؤدي الى امراض اخرى تصيب الانسان. لدينا ملوحه تفوق التركيز الموصى به عالميا، ولدينا أيضا تركيز فيما يخص مركب النترات وهو نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي للخزان الجوفي. هذه التركيز تفوق المعايير الدولية، يعني إذا أخذنا كلا التركيزين الكلورايد أو الملوحة أو مركب النترات وقارنا تركيز المياه الجوفية الموجودة لدينا في مياه آبار الشرب التابعة للبلديات، وقارنا هذه التراكيز بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية بخصوص جودة مياه الشرب، نجد أن 97-98% من هذه الآبار لا تتوافق نوعيتها مع هذه المعايير. بلا شك أنه التلوث في المياه خاصة مياه البحر والصرف الصحي تؤثر سلباً على جسم الإنسان بما فيها الفشل الكلوي، تؤدي إلى أمراض في الكبد، تؤدي إلى أمراض في الجلد. كثير من المرضى ممن يسبحون في البحر ممكن أن يصابوا بأمراض جلدية وطفح جلدي يؤثر سلبا على حياتهم. كمان الحديث عن نسبة الكلورايد اللي الأساس يأتي من مياه البحر زاد عن 1500 ملي جرام، في حين حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية يجب أن يزيد عن 250 ملي جرام. مجمل هذه البيانات والمعلومات تصدرها تقرير الأمم المتحدة اللي أكد بما لا يدعو مجال الشك أنه يجب التسارع بإيجاد حلول لهذه المشكلة المائية، وإلا سيصبح غزة مكان غير آمن بحلول عام 2020. من هنا انطلقت أو من هنا بدأت لدينا تنتشر ظاهرة محطات تحلية المياه الجوفية في غزة. لدينا يعتمد المواطن بشكل أساسي على أو القطاع الخاص أو محطات التحلية الخاصة في تلبية احتياجاته من مياه الشرب. من خلال هذا الحصار الذي يفرض الاحتلال يمنع دخول المعدات اللازمة لإنشاء هذه المحطات التحلية وغيرها من المشاريع المائية التي من شأنها التخفيف من هذا الواقع. المشكلة الكبيرة انه احيانا يعني بتيجي المية بتكون الكهرباء قاطعة فبتطلعش المية على البراميل، بتيجي الكهرباء بتكون المية قاطعة، فهي مشكلة يعني بنعاني منها كتير احنا هنا. فاستمرار هذا الوضع وهذه الكارثة سيودي بالواقع الانساني في قطاع غزة، وسيحقق للاحتلال ما يصبو اليه من ان قطاع غزة مكان غير ملائم للعيش
وأيضا سيؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وعلى واقعهم الاقتصادي والاجتماعي. في الفترة الأخيرة اعتمدت استراتيجية كالتالي: إنه يجب أن نقوم بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه بحر صغيرة الحجم يتم تنفيذها بأسرع وقت ممكن على المدى القصير، وطبعا الهدف من ذلك هو الإسراع في إيجاد مصدر مياه شرب صالح للشرب في وقت يعني وجيز أو وقت قصير، لأنه البلد والأزمة الموجودة حادة، وبالتالي يجب التدخل بشكل سريع، وبالتالي يجب توفير هذا المصدر، وبالتالي حل هذه المشكلة بأقل الإمكانيات. أفكار كثيرة ومشاريع مطروحة كثيرة، ولكن التنفيذ يسير بشكل بطيء جدا. وفي مقدمة ذلك مشروع محطة التحلية الكبرى التي وضع أساس لها منذ فترة طويلة، وحتى الآن تسير ببطء شديد عملية التنفيذ على الرغم من تخصيص أموال لهذه المشاريع، إلا أنه للأسف الشديد حتى الآن لم تنفذ هذه المحطة. الحديث عن محطة التحلية ربما يعني لاقى القبول من العديد من المؤسسات المانحة، اعتبار انها اول شيء صغيره الحجم، تكلفتها يعني لحد ما قليله، ممكن تشغيلها في ظل الظروف التشغيليه في قطاع غزه، الكهرباء والسولار والتشغيل والوضع الاقتصادي. بالتالي يعني بدا هناك حمله قادتها سلطه المياه بالتعاون والتنسيق مع مصلحه المياه لايجاد مصادر تمويل لهذه المحطات. الان يعني الحديث عن هذه المحطات اصبح يعني واقع، يعني معظمها انشئ و الآن هي في طور التشغيل التجريبي، وبل تم ضخ مياه من بعضها لإعطاء السكان نوع من الأمل إن هناك في متغير في ظل قاتمية أو وجود الوضع القاتم مائيا. لا، هناك الآن أصبحت حلول. أيضا هناك مشاريع تفتقد للطاقة من أجل تشغيلها، تعمل بشكل جزئي، فالشيء الأساسي هو رفع الحصار بشكل كامل، وأيضا توفير مصادر الطاقة لتشغيل هذه المحطات، وفي ذات الوقت تسهيل الإجراءات أمام إنشاء هذه المحطات، ووضع خطة وطنية لمواجهة العجز المائي الكبير في قطاع غزة. موضوع المياه وحل مشكلة المياه، الحلول وجدت، ولكن الآن نعاني في موضوع توفير الطاقة الكهربائية لتشغيل هذه المنشآت التي صرفت عليها أموال كبيرة. لدينا محطات معالجة جديدة، محطة في الشمال شرق المقبرة، مقبرة الشهداء، لدينا محطة في البريج استلامها في الأشهر القريبة القادمة في منطقة خان يونس، لدينا محطة معالجة أيضا. كل هذه المشاريع تحتاج إلى طاقة، للأسف عندما تكون الطاقة غير موجودة يعني تكون هناك يعني نصل إلى خلاصة أنه إحنا نفذنا مشاريع وانفقنا عليها الأموال، ولكن في الآخر وصلنا إلى مرحلة أنه ليست لدينا طاقة كهربائية نستطيع من خلالها تشغيل هذه المنشآت. مشكلة الصرف الصحي باعتقادي إن شاء الله بحلول الصيف القادم ستكون شواطئ قطاع غزة أكثر أماناً. السؤال بدل ذهننا، طب يعني مشكلة الكهرباء أيضاً هي تحدي، لا يعني أخذ بالاعتبار عند تصميم وتنفيذ هذه المحطات أن يتم إيجاد بديل أكثر نجاعة، ليس فقط طاقة شمسية، أيضاً هناك العالم كل اليوم يستفيد من ناتج معالج مياه الصرف الصحي باستخدام غاز الميثان لاستخدامه لاكتفاء ذاتي بالمعالجة. أيضاً هناك اتفاق مع شركة كهرباء أن الفائض من هذه الكهرباء يتم ضخها في الشبكة الوطنية. هذا المشروع بدأ تنفيذه من 2012، كان المفروض يجهز 2014، اليوم احنا بنتحدث عن 2019، وبالتالي هناك تأخر كبير
في تنفيذ هذا المشروع. هذا كله في النهاية يؤثر على صحة المواطن ومعاناة المواطن وحل أزمة المياه لدى المواطن. طبعا على المدى البعيد كما قلت نحن لدينا خطة لإنشاء محطة مركزية بحاجة إلى 600 مليون دولار. طبعا هذه الأموال من خلال اجتماع المانحين لربما في الفترة القريبة الماضية تم تخصيص أو تم التعهد بتمويل لربما 500 مليون دولار، أو تحدثوا عن نسبهم يمكن 80% أو 85% من 600 مليون جاهزة الآن. هناك دول جاهزة أو متعهدة بتمويل هذا المبلغ. طبعا في هذا الموضوع احنا طبعا المشروع هو عبارة عن محطة تحلية مركزية بالإضافة إلى خط ناقل من بيت حانون حتى رفح، لأنه المياه المحلة ستضخ في هذا الخط ومن ثم تضخ إلى خزانات مياه تخلط بمياه الآبار ومن ثم تصل إلى المواطن مياه صالحة للشرب بشكل عادل كما ونوعا. المياه الملوثة تؤدي إلى كثير من الأمراض، من ضمنها الفشل الكلوي، مشاكل في الكبد، مشاكل في الجهاز الهضمي، وهذا ممكن يؤثر سلبا على صحة الإنسان ويؤدي إلى فشل كلوي لا سمح الله. يجب أن لا ننسى أنه الحصار الإسرائيلي ويعني إن صح التعبير اختيارية الاحتلال في إدخال المواد أدى إلى تأخير كبير جدا في إنجاز المشاريع. أنجزت لكن إنجازها مرتبط بوقت زمني تجاوزناه، بالتالي هناك حاجة اليوم أن نبدأ بالمرحلة الثانية المستدامة من أو المرحلة المتوسطة من إنشاء محطة تحلية مركزية. ولكن يعني ما أذكر من تحديات ربما يعني ليس حكرا على قطاع المياه، القطاع الأخرى تعاني منها. موضوع يعني الواقع الكهرباء، يعني هو أكبر تحدي نواجهه وأم التحديات، عدم وجود تيار كهربائي يعني يمكن أن يتم الاعتماد عليه لتشغيل المرافق. بالتالي اليوم الحديث عن محطة التحلية يجب أن تعمل على الأقل من 20-24 ساعة، تعمل فقط 6 ساعات 8 ساعات لا تؤدي الغرض المنشأ من خلال. نحن نستهدف على الأقل محطة جنوب، تستهدف على الأقل المرحلة العليا حوالي تقريبا 75,000، المرحلة القادمة 4 مليون ساكن. إن لم يتم حل مشكلة الكهرباء سنكون كمان أوجد الحل يعني ولا نستطيع الاستفادة منه ولا يشعر المواطن بجدوى هذا الحل. لدينا مصادر مياه تاريخيا وحقوقيا وقانونيا هي تتبع لنا، لكن للأسف الإسرائيلي يسرقها ويستولي عليها بقوة الاحتلال. فبالتالي نحن عندما أردنا أن ندير قطاع المياه والصرف الصحي في قطاع غزة بدأنا نتحدث عن مشاريع استراتيجية يتم إنشاؤها من أموال المانحين، وبالتالي هذه المشاريع تعمل على توفير مصادر مياه إضافية. ليس من المعقول والمنطق أن يساعدنا العالم باستثمار فاق النصف مليار دولار لإنشاء مشاريع ستعمل على يعني نقلة نوعية في خدمات المياه والصرف الصحي، ونبقى يعني نتوسل العالم لمساعدتنا في تشغيل هذه المرافق. يجب أن نعتمد على ذاتنا في تشغيل هذه المرافق. أهم خطوة للاعتماد على الذات هو أن يتم استكمال إنشاء مصلحة المياه لتصبح ما يشبه من فاتورة المياه يخدم فقط قطاع المياه. الحصار الإسرائيلي هو أحد المسببات الرئيسية، أيضا تعامل المجتمع الدولي مع واقع قطاع غزة بوضع حلول مؤقتة إنسانية طارئة، هذا لا يعالج الأزمات الكبرى في القطاع وفي مقدمتها أزمة مياه قطاع غزة. أيضا للأسف التمويل هو يقل يوما بعد يوم في ظل الاحتياجات المتزايدة وبخاصة في قطاع المياه.